تحية كبيرة مشاهدينا عبر موقع بنت أنا سامي عرموش واقتراحاته كالآتي. الخميس المساء مدعوون لحضور عرض المسرحية الغنائية خيوط النور في مسرح بيت الكرمة، الجمعة المساء للعرض الموسيقي للفنان جورج سمعان في بيت الكرمة. أما السبت ففي عرض موسيقي بعنوان استرسال لبيت الموسيقى في أوديتوريوم حيفا، والأحد مدعوين للمشاركة بالنشاط الرياضي الضخم في حي وادي النسناس برعاية بلدية حيفا.